بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول موضوع البرمجة بلغة الكتب. قبل ما نتكلم على البرمجة لازم نعرف إن أي حاجة في الحياة تتكون من 3 أجزاء: مدخلات، مخرجات، معالجة. عشان نوضح ده نضرب مثال بسيط. تخيل إن إحنا عايزين نصنع رغيف عيش، فاحنا عايزين مخرج عبارة عن رغيف عيش. عشان نصنع رغيف العيش لازم ندخل الأول دقيق ومية وخميرة وحاجات تانية. فرغيف العيش ده يعتبر من المخرجات، والمية والدقيق والخميرة تعتبر من المدخلات. عشان أوصل من المدخلات للمخرجات، عشان أوصل من رغيف من الدقيق والمية والخميرة إلى رغيف العيش، أحتاج معالجة، اللي هي عملية إن أنا عجن المية مع الدقيق وحطها الخميرة وانتظرها شوية وبعدين تصنيعها اللي هي عملية الخبز. كل دي اسمها عمليات مراجعة. نفس القصة أي برنامج كمبيوتر لازم يتكون من الـ3 خطوات دول: مدخلات ومعالجة ومخرجات. أول حاجة بفكر فيها هي المخرجات. أنا عايز إيه؟ عايز رغيف عيش بالظبط. فده أول حاجة بفكر فيها اللي هي الإيه؟ المخرجات. عشان اوصل للمخرجات دي، ايه الحاجات المتاحه ليا اللي ممكن تساعدني في ايجاد هذه المخرجات اللي متوفره ليا؟ الدقيق والميه والخمير. ازاي بقى اوصل من المدخلات المتاحه عشان احصل على المخرجات المطلوبه؟ دي عمليه المعالجه. نفس القصه اللي بنقول برنامج الكمبيوتر بينصب على الـ3 خطوات دول، ان انا بكون عايز اطلع حاجات مخرجات، وبعدين المخرجات دي بشوف ايه المدخلات المتاحه ليا اللي انا المفروض ان انا ادخلها، واشوف ازاي اوصل من المدخلات دي الى المخرجات. عمليه المعالجه دي هي عباره عن عمليه المعادلات اللي بتربط المخرجات بالمدخلات. عشان ندخل بيانات للكمبيوتر، في عندنا امر في لغه الفورتران لادخال البيانات اللي هو ريد بين قوسين استريك كوما استريك. يبقى امر الادخال في الفورتران هو ريد استريك كوما استريك. وبعدين بنكتب اسماء المتغيرات المطلوب ادخالها. اما جملة الاخراج عشان نخرج اشياء، فجملة الاخراج هي جملة رايت بين قوسين استريك كوما استريك، وبعدين اسماء المتغيرات المطلوب اخراجها. يبقى عشان نقرأ متغيرات هنكتب read asterisk comma asterisk، وبعدين أسماء المتغيرات المطلوب إدخالها. عشان نخرج مخرجات هنكتب write بين قوسين asterisk comma asterisk، وبعدين أسماء المتغيرات المطلوب إخراجها. تعالوا مع بعض كده نشوف نعمل برنامج بسيط بلغة الفورتران. هنفتح من قائمة start programs fortran باور ستيشن، ونفتح الفورتران بتاعنا. هنجيب ملف جديد فايل ميمو. من الملحوظات المهمة في سطر أخضر قدامنا، ظاهر عمود أخضر. العمود الأخضر ده هو يعتبر العمود السادس في الورقة بتاعتنا. عشان نكتب أي برنامج بنكتبه من العمود السابع، يعني بندوس تاب ونبدأ نكتب من هنا. إحنا عايزين نكتب برنامج يجمع رقمين، يعني في عندي رقمين عايز اجمعهم. يبقى ايه اللي انا عايز اخرج بيه؟ مجموع الرقمين. متغير يكون في مجموع الرقمين. طب ايه اللي انا عايز ادخله؟ الرقمين اللي انا عايز اجمعهم. يبقى هنحصل لا يحصل ان احنا نكتب هنا read بين قوسين استريك كوما استريك ومسافه a كوما b. يبقى ده يفهم منه اقرأ a و b. طيب هننزل تحت شوية، ايه المطلوب ان احنا نطبعه؟ عايزين متغير ثالث وليكن سي. يبقى هنقرا الاي والبي وعايزين نطبع السي. طب ايه العلاقة بين السي والاي والبي؟ السي بتساوي اي زائد بي. هو ده البرنامج بتاعنا بسهولة. هنقرا الاي والبي، يبقى دي كده مدخلات. هنحسب السي، السي بتساوي اي زائد بي، دي كده معالجة. وبعدين هنطبع السي، دي كده اخراج. هنيجي لازم في اخر البرنامج بنكتب له ستوب واند في الفورتران.
يبقى البرنامج بتاعنا بسيط جدا، بيتكون من جملة إدخال، معالجة، جملة إخراج، وستوب وإند دول في النهاية. طبعا ما يفرقش معانا هنا إن إحنا نكتب كابيتال أو سمول. هنبدأ نحفظ المسألة بتاعتنا، هنسميها عطف 1. عشان نشغل البرنامج ده لازم يمر بثلاث خطوات. أول خطوة إن أنا أتأكد إن مفيهوش أخطاء من قائمة بروجكت كومبايل. إداني في الآخر رسالة قال زيرو ايرورز زيرو، يبقى مفيش لا خطأ ولا تحذير. هنرجع مرة تانية من قائمة ويندو الملف بتاع اللي هو عطف 1، وهنخش على بروجكت ونقول له بيلد، يعني ابني لي عاطف 1. هنخش من قائمة بروجكت بيلد عاطف 1، برضه عمل بيلد ان هو بيبني لي الملف. لو انا كان بيكتشف الاخطاء وده بيعمل لي الملف الاكسيتابل اللي بيشتغل. برضه اداني 0 0 warning. نرجع تاني لعاطف 1 نبدا نشغله من قائمة بروجكت اكسكيوت عاطف. فتح لي الشاشة السوداء اللي هي شاشة الإدخال، ومستني إن أنا أدخل له قيمة الـ A والـ B. هكتب له 2.3 وأدوس إنتر. راح كاتب لي 5 وبعدين قال لي ستوب بروجرام ترمينيتد، يعني البرنامج بتاعك خلص، لأن أنا كاتب له جملة ستوب وخلص البرنامج بتاعي. بريس إن كي تو كونتينيو وأدوس إنتر، مش عارف يرجعني تاني للبرنامج بتاعي. يبقى ده ببساطة جدا برنامج بيقرا A وبي وبيحسب السي بيطبع السي، خلص البرنامج بتاعنا. طبعا ممكن واحد يعترض يقول ان البرنامج تعالى نشغله تاني كده ونشوف. وانا شغلت البرنامج اول حاجة وقف وما فهمتش هو عايز ايه. طب انا عايز يديني رسالة يوضح لي ايه المطلوب. يعني لما اجي اقول له 2.5 هيروح مديني 7 وبرضه يخلص البرنامج. طب انا عايز يديني رساله يقول لي دخل المتغيرين اللي انت عايز تجمعها. طب لسه هندوس هنا انتر. عايزين بقى هنقول له رايت استريك كوما استريك وبين سنجل كوتيشن، هقول له بليز انتر ذا تو نمبرز. دي بقى حاجة جديدة. احنا قلنا رايت بيطبع المتغير، رايت بيطبع المتغير، لكن لما يكون في جملة بين كوتيشنز يفهم ان دي جملة اعتراضية يطبعها على الشاشة زي ما هي. تعالوا كده نحفظ الملف بتاعنا ونعمل له بروجكت كومبايل، بروجكت بيلد، بروجكت اكسكيوت. هنلاقي اداني اول حاجة اداني رسالة قال لي بليز انتر ذا تو نمبرز، نقول له 2.5 وانتر اداني 7. يبقى خدنا بالنا ان الجملة اللي احنا كتبناها في الاول دي اللي هي بين كوتيشن بين سنجل اثنين سنجل كوتيشن اللي هي بليز انتر ذا تو نمبرز، الكمبيوتر بتعمل معاها كانها ايه؟ كانها رسالة بدون معنى طبعها عشان زمان. طب انا ممكن اجي هنا برضو في الاظهار هكتب له هنا جملة اقول له the sum equal ودي كوما. يبقى لما يجي يطبع هيلاقي دول بين سنجل كوتيشن يطبع عشان زي ما هو، وبعدين يلاقي السي مش بين سنجل كوتيشن يقوم يطبع قيمتها، يقوم يطبع قيمتها. يبقى المتغير لو مش بين سنجل كوتيشنز يبقى كده متغير يطبع قيمته، لكن ما بين سنجل كوتيشنز دول ده عباره عن جمله اعتراضيه ما يبصش جواها، لا يطبعها على طول على الشاشه. تعالوا نحفظ المساله من قائمه بروجكت كومبايل، من قائمه بروجكت بيلد، من قائمه بروجكت اكستيوت. هلاقي دي رساله قال لي بليز انتر ذا تو نمبر، هقول له 2.4 راح كاتب لي ذا سم ايكوال 6. طبعا ده كده المنظر ده افضل بكتير من الدرجه الاولانيه اللي احنا كنا عملناها. في ملحوظه بس مهمه انا عايز ان احنا ناكد عليها، ازاي الكمبيوتر بيتعامل مع جوه مع البرنامج بتاعنا لما يجي يشتغل. عشان نفهم اللي بيحصل اثناء تنفيذ البرنامج، اللي بيحصل ان اول ما يجي يشتغل هيقابل جمله رايت اسرق كوما اسرق، لما يعرف ان هو هيطبع حاجه على الشاشه.
بس يلاقي بين سنجل كوتيشنز، يقوم يعرف ان دي رساله اعتراضيه، يقوم طبعها على الشاشه زي ما هي، يقوم تطلع على الشاشه رساله بليز انتر ذا فون نمبر. هيجي بعد كده يقول لي ريد استريك كوما استريك اي كوما بي، يبقى هو مطلوب ان انا اقرا الاي والبي. هيعمل ايه الكمبيوتر؟ لو جينا شفنا الكمبيوتر هنلاقي فيه مخازن، في مخازن زي اللي قدامنا دي، كل مخزن فيه له عنوان في الجنب كده. فانا لما قلت له اقرا لي الاي والبي هيبدا يعرف ان فيه مخزن اسمه ايه وبي، يقوم يحط لي هنا عنوان ايه ويحط لي هنا عنوان بي، ويستناني ان انا ادخل له القيم بتاعتي. رحت انا جاي كاتب له في جملة الرايت لما وقف واستناني، رحت كاتب له 2.4، ففهم ان الاتنين تقابل الايه والاربعة تقابل البي. هيروح رايح وياخد قيم المخازن دي ويخزنها في المخزن الخاص بيها، يقوم ياخد قيمة الاتنين ويخزنها في المخزن ايه، وياخد قيمة البي ويخزنها في المخزن بي. بعد كده يقابل جملة الحساب ان سي بتساوي ايه زائد بي، فيعرف ان في متغير اضيف الينا اللي هو سي، يقوم يكتب متغير جديد ويحجز له خانة او مخزن جديد. طيب السي بقى هيطبعها، لان القانون بتاعها ان السي بتساوي الاي زائد بي، بمعنى الكلام ان الخانه بتاعت السي بتساوي الخانه بتاعت الايه زائد الخانه بتاعت البي، يعني بمعنى اصح هيعرف ان قيمه السي ب6، يوم يخزن لي في المخزن سي الرقم 6. هيجي بعد كده يلاقي رايت استر كوما استر، يعرف ان في طباعه بين سنجل كوتيشنز، يلاقي كلمه ذا سم ايكوال، يبقى يعرف ان دي كده جمله اعتراضيه، يروح طابعها عشان زي ما هي كوما للفصل بين الاشياء وبعضها، ويلاقي السي. السي مش بين سنجل كوتيشن، فيعرف ان ده فاريبل متغير، يقوم يروح يجيب قيمته من المخزن اللي مسمى سي، يوم يطبع لي على الشاشه ذا سم ايكوال وبعدين قيمه سي وستوب وان. اظن واضح جدا ازاي الكمبيوتر بيتعامل مع المخازن اللي موجوده في الذاكره. تعالوا مع بعض ناخد مزيد من الامثله. عايزين نعمل برنامج يحسب لنا قيمه الدي اللي قدامنا دي، حيث ان الدي بتساوي اي زائد بي على سي. هنروح في الفورتران وهنجيب ملف، جبنا ملف جديد وهنكتب له ريد استريك كوما استريك اي كوما بي كوما سي. ان احنا لو رجعنا هنا هنلاقي ان دي عندنا هو المخرج، والاي والبي والسي هم المدخلات. هنيجي هنا نحسب له قيمه الدي، هنقول له الدي بتساوي اي زائد بي على سي، وهنيجي هنا نقول له رايت استريك كوما استريك قيمه الدي ستوب وان. ممكن واحد يقول احنا عايزين في الاول يدينا رساله عشان اعرف هو عايز ايه، هكتب له هنا رايت استريك كوما استريك وبين سنجل كوتيشن، هكتب ايه؟ هقول له بليز انتر ذا 3 نمبر. وممكن اجي هنا قبل الدي واكتب له جمله برضه نصيه الطبع، اقول له دي ايكوال، انا قبلنا من الحته دي كويس جدا، انا بقول له رايت يعني هيطبع، دي ايكوال دي بين اثنين سنجل كوتيشن، يبقى دي طلع شاشه زي ما هي، يبقى دي رساله اعتراضيه، يبقى طلع شاشه دي ايكوال. طيب كوما للفصل بين الاشياء وبعضها، وبعدين الدي، الدي دي مش بين سنجل كوتيشن، بفهم ان هي ايه؟ ان هي فاريبل، فهم يطبع لي قيمتها. تعالوا نحفظ الملف ده وهنقول له بروجكت كومبايل بروجكت بيلد زيرو ايرور وورنينج. تعال نشغل كده زيرو اكسكيوت انتر، بليز انتر ذا 3 نمبرز، الرساله اللي احنا كتبناها عشان تطلع لنا. هنفترض ان الاي ب4 والبي ب6 والسي ب2، هنلاقي قيمه الدي طالعه ب7، في حين ان احنا لو رجعنا تاني وشفنا الاي ب4 والبي ب6 والسي ب2، 4 و6 10، 10 على 2 فيها 5، طب ليه طلعت لي 7؟
لان احنا لما جينا كتبنا البرنامج كتبنا له، لو رجعنا قلنا له ويندو، هنا هنلاقي ان احنا كتبنا له الصيغه دي غلط. المفروض هنا نحط قوسين عشان يفهم ان هو يجمع الاول الاي مع البي وبعدين يسيبهم على الايه؟ على السي. لان طبعا هو عنده حاجه اسمها بريورتي، يعني في اولويات للعمليات. عمليه القسمه مقدمه على عمليه الجمع. فانت لو سبتها من غير اقواس ايه اللي هيحصل؟ هيقسم البي على السي، فقسم السته على الاثنين للثلاثه، وجمع الثلاثه على الاربعه اديت سبعه. لكن كده يبقى كده شغلنا مظبوط. هنرجع تاني نحفظ المسألة دي ومن قائمة البروجكت هنقول له كومبايل، من قائمة البروجكت هنقول له بيل، ومن قائمة بيل هنقول له اكسكيوت اللي هو عاطف 2. هيقول لي دخل التو نمبرز، هقول له 4 و6 و2، طبع لي قيمة الدي ايكوال 5، ويبقى كده البرنامج بتاعي مظبوط. تعالوا مع بعض ناخد مثال كمان على هذه البرامج. في مثال تاني، عندي مثلث قائم الزاوية وعايزين نجيب طول الوتر. عارفين طبعا من قاعدة فيثاغورس ان السي بتساوي جذر التربيعي لاي تربيع زائد بي تربيع. هنيجي في الفترة ونجيب ملف جديد، هنبدأ نكتب ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا ندخلها، الاي والبي، واللي عايزين نطلعه هو السي. يبقى احنا هنيجي هنا هنروح كاتبين له read asterisk كوما asterisk a كوما b، وهنيجي تحت نقول له write asterisk كوما asterisk كنت c. الحساب هنا بقى هنكتبه ازاي؟ ناخد بالنا في الحته دي كويس جدا. انا عايز اقول له ان c بتساوي a تربيع زائد b تربيع تحت الجذر. في ممكن ان احنا نقول له ان هي عباره عن ايه تربيع زائد بي تربيع الكل اس نص. خد بالك معايا لما اجي اقول ايه تربيع، علامه التربيع بعملها زي او الاس، هكتب له ايه واحط اتنين استرك ورا بعض. يبقى اتنين استرك ورا بعض تعني ايه؟ تعني اس. استرك واحده تعني الضرب، يعني لو قلت له ايه استرك اتنين معناها ايه مضروبه في اتنين، لكن لو قلت له ايه دبل استرك اتنين معناها ايه اس 2. طب ايه دبل اسر 3 معناها ايه اس 3. يبقى كده يبقى دي معناها ايه اس 2 زائد بي اس 2. يبقى انا كده بقول له ان السي بتساوي ايه اس 2 زائد بي اس 2. ممكن اجي بقى احط على القوس كله دبل استرك واكتب له نص، يبقى دي معناها ان السي بتساوي ايه تربيع زائد بي تربيع الكل اس نص. في داله ممكن تريحني من الكلام ده هنكتبه بعدين نمسح الجمله اللي فوق. ممكن نقول له سي بتساوي دول القوسين اللي هكتبهم A تربيع زائد B تربيع. في داله بتجيب الجذر بكتبها في الاول اللي هي سكويرد، ودي اختصار سكوير روت. يبقى يا اما اكتب له الجمله بتاعتي اقول له ان السي بتساوي A تربيع زائد B تربيع كله اس نص، او اقول له ان السي بتساوي سكوير الجذر التربيعي بتاع مين؟ بتاع اللي بين القوسين اللي هو A تربيع زائد B تربيع. ممكن بقى نلغي دي ونشتغل على اللي تحت، ان اللي تحت طبعا افضل شويه من اللي فوق اسرع. هنيجي بقى في الاخر نكتب له زي ما اتعودنا ستوب وان. طبعا ممكن واحد يعوز يقول انا هكتب له هنا جملة عشان تظهر له على الشاشة، هقول له انتر ذا لينث اوف تو سايدز، دخل لي الاطوال بتاعت الضلعين. واجي هنا اقول له سي ايكوال وبرضه كوما، يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيديني الرسالة انتر ذا لينث اوف تو سايد اوف تو سايد. وبعدين هيجي هنا يقول لي ريد اي كوما بي، هيقرا لي قيمه الاي والبي من على الشاشه، وبعدين هيحسب لي قيمه السي اللي هي جذر التربيع الاي تربيع زائد بي تربيع، وهيجي هنا يكتب لي سي ايكوال دي بين سنجل كوتيشن هتطلع على الشاشه زي ما هي، وبعدين يكتب لي قيمه السي ستوب وان. تعالوا نحفظ المساله دي البرنامج ده، وتعالوا نبدا نشغله كومبايل بيل اكسكيوت. ادينا الرساله اللي احنا قلناها ذا لينث انتر ذا لينث اوف تو سايد، هنيجي نقول له 3 كوما 4 هيروح مديني السي بكام؟ ب 5، وده المثلث اللي كلنا عارفينه اللي هو المثلث
ثلاثة أربعة خمسة. يبقى احنا كده عملنا برنامج ظريف علشان يجيب لي طول الوتر. هنيجي ناخد كمان مسألة بس هي صعبة شوية. عايزين نجيب الجذور بتاعة المعادلة اللي من الدرجة التانية، اللي هي المعادلة الـ AX تربيع زائد BX زائد C إيكوال صفر. عايزين نجيب قيمة الـ X1 والـ X2. طبعا كلنا عارفينه، X1 و2 إيكوال ناقص B بلس أور ماينس كذا تربيع B تربيع ناقص 4 AC على 2 B. تعالوا مع بعض نكتب البرنامج ده مع بعض كده في الفرصة. أول حاجة، إيه المدخلات المطلوبة إن أنا أدخلها؟ الـ A والـ B والـ C. وايه المخرجات اللي انا هطلعها؟ x1 و x2. هنا طبعا في مخرجين مش مخرج واحد. طب تعالوا نشوف مع بعض. هنجيب ملف جديد وهنبدا نقول له ريد استريك كوما استريك a كوما b كوما c. عايزين نطبع قيمه الجذرين. طبعا ممكن ان احنا نطبع قيمه الجذرين في جمله واحده، وممكن واحد يقول طب ما انا ممكن احسب الاول القيمة اللي تحت الجذر دي اللي هي البي تربيع ناقص 4 اي سي، دي هنسميها المميز، وبحيث بعد كده تساعدني في الحسابات بتاعتي. يعني هنيجي هنا نحسب متغير وسيط اللي هو دي، اللي هو بيساوي بي تربيع ناقص 4 اي سي. ناخد بالنا 4 اي سي كده ما تنفعش، لازم اقول 4 في اي في سي عشان يفهم ان هم مضروبين في بعض، عشان يفهم ان هم مضروبين في بعض. يبقى انا كده سميت البي تربيع ناقص 4 اي سي دي، سميتها دي. هنيجي بعد كده عايزين نفس قيمه اكس 1، هنيجي نقول ان اكس 1 ايكوال ايه؟ طبعا لازم هنفتح قوس كبير للبسط، فهنفتح قوس ونقول ناقص بي زائد سكوير تي دي، ونقفل القوس بتاع البسط، مقسوما على 2 في اي. طب اكس 2 هتساوي برضو افتح قوس بتاع البسط، ناقص بي ناقص سكوير دي، واقفل القوس بتاع البسط على، وبفتح قوس للمقام لان المقام برضو اكتر من مقدار. يبقى انا هنا عملت ايه؟ قلت حسبت قيمه الدي اللي هي قيمه المميز اللي هي بي تربيع اللي هي تحت الجذر اللي هي بي تربيع ناقص 4 اي سي، وجيت حسبت اكس 1 قلت بتساوي ناقص بي زائد سكوير دي، وطبعا قفلت القوس بتاع البسط قسمت الكلام ده على 2 اي، وقلت ان الاكس 2 بتساوي ناقص بي ناقص سكوير دي مقسومه على 2 اي. ما كانش ينفع طبعا ان انا احسب اكس 1 واكس 2 في نفس الخطوه، لان الخطوه بتحسب لي فاريبل واحد بس. هاجي هنا طبعا اكتب بقى، اكتب هنا استريك كوما استريك، اكتب له اكس 1 كوما اكس 2، وهنا اكتب له ستوب واند. واحد يقول احنا عايزين نزود هنا جمله اللي هي جمله الرايت الاولانيه عشان نعرف احنا عايزين ايه، هنقول له انتر ذا كوفيشنت اوف ايكويشن. يبقى مطلوب هنا ان هو يدخل لي الايه؟ الكوفيشنت اوف ايكويشن اللي هي السكند المعادله التربيعيه اللي من الدرجه الثانيه. برضه ممكن يجي هنا لما يجي يطبع لي انا مش عارف مين اكس 1 ومين اكس 2، فاللي يحصل انا اجي هنا اكتب له اكس 1 ايكوال كوم، واجي هنا اكتب له اكس 2 ايكوال كوم. يبقى اللي يحصل هنا لو خدنا بالنا هو هنا هيعمل ايه؟ هيطبع لي بين سنجل كوتيشن دي جمله اعتراضيه يطبعها على الشاشه زي ما هي، يبقى يطبع لي على الشاشه هنا اكس 1 ايكوال، وبعدين يكتب لي قيمه اكس 1، وبعدين يجي هنا يقول لي اكس 2 ايكوال برضه بيشيل على الشاشه، وبعدين يطبع لي قيمه اكس 2. تعالوا نحفظ كده المساله دي. بروجكت كومبايل، مفيش وورنينج ولا ايرور، بيل بروجكت اكسكيوت. بيقول لي دخل الكوفيشنت بتاعت الايكويشن. لو انا جيت دخلت له الكوفيشنت اللي عندنا مثلا 4.6 ناقص 5،
هندوس انتر راح مطلع لي اكس 1 بقيمة واكس 2 بقيمة، بس طبعا واضح ان اكس 2 لازقة شوية في قيمة اكس 1، فانا ممكن ارجع تاني هنا وابعد اكس 2 اديها شوية مسافات كده، بحيث ان اللي هيطبع لي لما كان بيطبع اكس 1 ويطبع لي قيمة اكس 1 يطبع اكس 2 لازقة فيها، لا ده انا هخلي جوه الرسالة الاعتراضية اللي هتطلع في مسافات فاضية عشان تفصل لي ما بين اكس 1 واكس 2. تعال نيجي نسيف تاني وبروجكت كومبايل، بروجكت بيلد، بروجكت اكسكيوت. هيقول لي دخل الكوفيشنت بتاعت الايكويشن، هنكتب له كوفيشنت واحد وناقص واحد او واحد وواحد وسالب 12. هندوس انتر راح مديني قيمة اكس 1 ب 3 واكس 2 بسالب 4. طبعا في فراغ بين علامة تساوي و قيمة الفاريبل اللي بعديها دي هنتغلب عليها بعد كده ان شاء الله تعالى. يبقى كده قدرنا ان احنا نعمل برامج حتى يكون فيها شوية لعبكة شوية، وعرفنا ان ممكن ان احنا نعمل متغيرات بسيطة عشان تسهل لي المسألة بتاعتي. المثال اللي اخدناه الاخير ده اللي هو بتاع ايجاد الجذر التربيعي لمعادلة من المعادلة التربيعية، ده مش ممكن يظهر لي بعض المشاكل. ازاي؟ احنا عارفين طبعا ان لو ان المميز اللي هو تحت قيمة الجذر دي قيمة سالبة، هيجي ياخد الجذر القيمة السالبة، ما في الجذر قيمة سالبة. تعالوا كده نشوف مع بعض لو شغلنا البرنامج ده تاني من قائمة بروجكت اكسكيوت على طول، ما انا لسه عامل له كومبايل. يقول لي دخل الكوفيشنت بتاعت الايكويشن، انا هاجي اقول له واحد وواحد وثلاثة، راح مديني ران تايم ايرور ماس سكويرت دومين ايرور. يعني ايه دومين ايرور؟ يعني السكويرت الدومين بتاعها المفروض ان السكويرت دي او الداله اللي بدرجه الجذر التربيعي الدومين بتاعها اكبر من او تساوي الزيرو. انت لو جيت هنا حسبت قيمه المميز اللي هو الدي لو بيساوي بي تربيع ناقص 4 اي سي هتلاقيه بسالب 11. سالب 11 ده قيمه خارج النطاق اللي يقدر يحسب فيه قيمه الجذر. طب ايه الحل؟ انا عايز اعمل برنامج كامل متكامل ما يبقاش فيه يحل مساله او مساله لا. طب ايه الحل؟ الحل ان انا هاجي المفروض اجي هنا بقى بعد ما حسبت قيمه الدي اساله سؤال، اقول له هل الدي اكبر من الصفر ولا اقل من الصفر؟ لو اكبر من الصفر احسب عادي المعادلات بتاعت زي ما فات، لو اصغر من الصفر لا روح انهي المساله وما تشتغلش او ما تخليش حاجه. طب تعالوا نشوف ازاي بقى نقول له لو كان الدي اكبر من صفر او اصغر من صفر، ده اللي احنا هنتكلم عليه بالنسبه للجمل الشرطيه. الجمل الشرطيه اللي هي الاف ستيتمنت، صيغه الجمله الشرطيه ان احنا بنقول له اف وبين قوسين جمله الشرط، then بعد كده بنديله جمله جواب الشرط. يعني اف لو ان جمله الشرط اللي هو الشرط اللي انت عايزه لو اتحقق، then بنكتب له بعد كده جمله جواب الشرط. الشرط جمله الشرط ليها صيغه، صيغه جمله الشرط هي مقدار اول بنحط دوت نقطة وبعدين أداة مقارنة وبعدين دوت وبعدين مقدار ثاني، يبقى مقدارين بقارن ما بينهم، هي دي صيغة جملة الشرط. أداة المقارنة اللي بينهم في عندنا 6 أدوات للمقارنة، greater than، greater equal، less than، less equal، equal not equal. greater than اللي هي أكبر من، greater equal أكبر من أو يساوي، less than أقل من، less equal أقل من أو يساوي، equal يساوي not equal لا يساوي. طب تعال نشوف مع بعض ازاي نعمل الكلام ده على البرنامج بتاعنا. هنيجي هنا نكتب له جملة بسيطة جدا، هنقول له اف دي ايكوال، احنا عايزين بقى لو دي ليس ذان زيرو، ما هي دي لو اصغر من زيرو انا مش عايزه يكمل حل، امال عايزه يعمل ايه؟ يروح لجملة نهاية جملة نهاية البرنامج. يبقى احنا قلنا له اف دي ليس ذان زيرو، هنيجي نقول له ذن
جوتو 10، يعني نروح لجملة 10. نخلي جملة 10 دي هي جملة نهاية البرنامج ده. خد بالك معايا بقى، هنا بدأنا ان احنا نرقم الجمل. احتاج ان انا اقفز الى جملة معينة، رحت مد الجملة دي ترقيم. ما بنيجي نرقم الجمل، نرقم الجمل في العمود من 1 لـ5، اللي هو الجزء اللي على شمال العمود الاخضر. يبقى على يمين العمود الاخضر بنكتب البرنامج، على شمال العمود الاخضر بنكتب ارقام الجمل، بس الجمل بس اللي احنا محتاجين اليها. يبقى اللي حصل ان انا قلت له لو ان دي اقل من زيرو ما ينزلش يكمل حساب، ما هو بيمشي بالترتيب جمله ورا جمله. لما يقابل الجمله بتاعتي دي اقول له لو الدي زان زيرو زين جو تو 10، اذا اذهب الى جمله 10 اللي هي ستوب وان. طب لو ان دي طلعت صفر او اكتر من صفر هينزل يكمل برنامج عادي؟ ما هو خلاص الشرط ما اتحققش، فجواب الشرط مش هيتحقق. ما دام الشرط ما اتحققش، جواب الشرط مش هيتحقق، مش هيروح لجملة 10. امال هيعمل ايه؟ هيكمل كتابة البرنامج. في نفس ملحوظة بسيطة، لما يكون جواب الشرط هي جملة جوتو مش لازم ان انا اكتب له زين. لما يكون جواب الشرط هي جملة جوتو مش لازم اكتب له زين، اقول له جوتو على طول وهو يفهم. لو ان اي جملة تانية بقى لا هقول له زين، اذا اعمل كذا، لكن افتزت جوتو على طول الى جملة 10. تعالوا مع بعض نحفظ المسألة بتاعتنا من قائمة بروجكت كومبايل، من قائمة بروجكت بيلد، من قائمة بروجكت اكسكيوت. هنديله القيم نفس القيم اللي فاتت، 1.1.3، وقف البرنامج على طول من غير ما يحسب ويدي ايرور، وده طبعا افضل من ان هو يديني ايرور في البرنامج. تعالوا مع بعض نرجع مرة تانية نشوف حاجة، ان جملة جواب الشرط دي مش دايما بتبقى جملة واحدة، ساعات بتبقى كذا جملة. فده اللي هيحصل، ان في صيغة عندي تانية لو ان جملة جواب الشرط كذا جملة، ان انا هقول له اف وبعدين جملة الشرط وبعدين زين، واجي انزل تحت اكتب جمل جواب الشرط كذا جملة كذا جملة، وبعد ما اخلص منهم اكتب له اند اف. ده هنا نهاية الاف ستيت اللي احنا شرحناها دي، اسمها اف شرطية بس في اتجاه واحد بس. يعني تعالوا نعمل الحتة دي تاني عشان نشوفها على البرنامج بتاعنا. يعني مثلا ده كله ممكن نعمله بصيغة تانية ازاي؟ خد بالك معايا، انا هاجي اقول له اف دي ديليتر ايكوال زيرو زين، واجي هنا اكتب له اند اف وانشيل جملة 10 دي خالص. تعال نفهم الرياضة كده مع بعض. انا هنا قلت له ايه؟ قلت له لو الدي ديليتر ايكوال، يعني لو الدي اكبر من او تساوي الزيرو يعمل ايه؟ ينزل يحسب قيمة اكس 1 ويحسب قيمة اكس 2 ويكتب قيمة اكس 1 اكس 2 واند اف. يبقى لو الشرط ده اتحقق زين هينزل ينفذ الجمل دي لغاية الاند اف. طب لو الشرط ده ما اتحققش مش هينفذ الجمل دي، وهينزل لأول جملة بعد الاند اف اللي هي نهاية الجمل الشرطية. تعالوا مع بعض زي ما حفظنا المسألة نعمل كومبايل ونعمل بيلد ونعمل اكسكيوت. هنلاقي ان دي نفس المسألة اللي فاتت اللي هي 1.1.3، هنلاقيه برضو البرنامج وقف. طب تعالوا نديله المسألة اللي هي كانت شغالة بتاعتنا بروجكت على طول اكسكيوت. خد بالك ما دام ما عدلتش في البرنامج بشغل البرنامج على طول، لكن لو عدلت في البرنامج لازم تعمل كومباين مرة تانية وبيلد مرة تانية. انا هشغله على طول وهدي له القيم بتاعتنا القديمه اللي هي 1.1.12، راح مديني اكس 1 ب3 واكس 2 ب -4. يبقى هو حل لي المساله في حاله كون الارقام بتاعتي او الجذور بتاعتي حقيقيه، لكن لو الجذور بتاعتي تخيليه هينهي البرنامج بدون ايرور. تعالوا مع بعض نرجع كده ونشوف حاجة تانية. اللي احنا خدناه ده كله جمل شرطية ليها جواب شرط واحد بس في حالة الإثبات، لكن ده ممكن يكون في عندي جمل جواب شرط في حالة الإثبات وجمل جواب شرط في حالة النفي. إف وبعدين جملة الشرط ذن، جمل جواب الشرط في حالة الإثبات إلس
جمل جواب الشرط في حالة النفي MDF. عشان نفهم بالاثنين دول هنضرب مثال بسيط جدا. انا قلت لاخويا الصغير، قلت له روح المدرسة، اذا لقيت المدرس موجود احضر الحصة. يبقى جمل جواب الشرط عندي ان الشرط اللي انا قلت له اذا لقيت المدرس موجود. طب وجواب الشرط ان انا قلت له احضر الحصة، يبقى هو كده انا اديت جملة جواب شرط يعمله لو ان الشرط اتحقق. لكن لو جيت قلت له اذا رحت المدرسة اذا لقيت المدرس في المدرسة احضر الحصة والا اطلع المكتبة. يبقى جملة جواب الشرط هنا اذا لقيت المدرس، لو اتحقق الشرط ده يبقى ينفذ امر ان هو يحضر الحصة. طب لو حصل الشرط ما تنفذش، هينفذ امر تاني اللي هو اطلع المكتبة. يبقى ده الفرق بين الاثنين، ان اللي فوق ان بيكون فيه جمل جواب شرط في حالة الاثبات فقط، لكن اللي تحت ده بيكون في جمل اثبات في حالة جمل جواب شرط في حالة الاثبات وفي حالة النفي. يبقى لو ان الشرط اتحقق زين نفذنا الجمل دي، إلس وإلا نفذنا الجمل دي، وفي الآخر بقول له إند إف. يبقى جمل إثبات الشرط، جمل إثبات الشرط بتكون من أول ذن لغاية إلس، وجمل النفي بتكون من إلس حتى إند إف. تعالوا مع بعض نشوف البرنامج بتاعنا اللي فات ده، هنعدله تعديل بسيط إن إحنا هنيجي هنا نكتب له إلس، ونكتب له هنا رايت أستريك كوما أستريك the root are imaginary. يبقى تعال نشوف مع بعض. أنا جيت هنا قلت له if d equal 0 d greater than 0 greater equal 0 then نفذ لي الجمل دي، وإلا طب لو الدي مش أكبر من أو تساوي الزيرو، يعني دي أقل من زيرو، يروح داخل هنا كاتب لي write the roots are imaginary. هنحفظ المسألة بتاعتنا من قائمة بروجكت كومبايل، لأن طبعا ما دام غيرت حرف واحد بال بروجكت اكسكيوت، هاجي اكتب له هنا الجمل بتاعتنا اللي هي واحد وواحد وسالب 12، دي اللي كانت طبعا انا كتبت واحد متر طبعا ايه الدائرة. هنشغل مرة تانية هيديله واحد كوما واحد كوما سالب 12، راح مديني الجذور اكس 1 ب3 واكس 2 بسالب 4. تعالي نشغل مره ثانيه كده، هنديله واحد وواحد و3، راح طبيعي الرساله قال لي the roots are imaginary، وطبعا دي افضل من ان هو كان ينهي البرنامج من غير ما يديني اي رساله. دلوقتي هنبدأ نخش على برامج كبيرة شوية، فأسماء المتغيرات مش قدمناها صغيرة زي ما كنا بناخد، احنا كل البرامج اللي عملناها كان اسم متغير A B C D وخلص الموضوع. طب دلوقتي عايزين نشوف بقى، دلوقتي احنا عايزين أسماء المتغيرات، هل اسم متغير ممكن يبقى كبير؟ ممكن يبقى كبير، ازاي؟ المتغير عندنا له قيود، أول قيد إن ما يزيدش طول المتغير عن 31 حرف. زمان في الفورتران 77 كان هم 6 حروف بس، لكن هنا متاح ليا لغايه 31 حرف. الشرط الثاني الا يحتوي على علامه خاصه، يعني ما ينفعش يحتوي على الهاش او علامه الاند او بلس اور ماينس، كل العلامات دي او بيرسن، كل العلامات دي غير مسموح بيها انها تكون موجوده في اسم متغير. القيد الثالث ان ممكن هو يحتوي على ارقام او على علامتين خاصتين اللي هو الاندر سكور والدولار ساين، ممكن دول استثناء من علامات خاصه ممكن ان الاسم المتغير يحتوي، ولكن بشرط ان الاسم المتغير ما يبداش لا بالرقم ولا بالعلامه، يعني العلامه والرقم يكونوا في داخل اسم المتغير. طيب المتغيرات دي انواعها ايه؟ في انواع كتير من المتغيرات، هناخد دلوقتي نوعين بساط. في نوعين بسيطين جدا من المتغيرات اللي هم المتغير الصحيح اللي هو الانتجر، والمتغير الغير صحيح اللي هو الريال. المتغير الصحيح بيتم تخزين فيه ارقام صحيحه 1 2 3 4، لكن المتغير الغير صحيح بيتم تخزين فيه ارقام غير صحيحه، وممكن يتخزن فيه ارقام صحيحه، يعني ممكن نخزن فيه 1.5 1.25 اي رقم من عايزينه. طب نفرق ازاي بين المتغير الصحيح والمتغير الغير صحيح؟
المتغير الصحيح الحرف الاولاني منه بيكون يا اما اي يا جي يا كي ال ام ان. يعني المتغير الصحيح لازم الحرف الاولاني فيه يكون احد الحروف الستة اللي قدامنا دول، اللي هو من اول الاي للان، حتى عشان نحفظهم انتجر اولها اي والحرف الثاني منها ان، يبقى الحروف ما بين الاي والان، الحروف ما بين الاي والان هي دي الحروف الايه اللي لو ابتدى بيها المتغير تبقى متغير، ده متغير انتجر. طيب لو متغير بقى غير صحيح، يبقى الحرف الاولاني فيه مش لا اي ولا جي ولا كي ولا ام ولا ان. تعالوا نشوف مع بعض الحته دي كده، عايزين نفهمها كويس. هنجيب ملف جديد، هنيجي هنا نقول له اي بتساوي 4 وجي بتساوي 3، هقول له كي بتساوي جي على اي، كلام مظبوط. هاجي اقول له هنا رايت قيمة الكي وستوب وانت. تعالوا كده نشوف المسألة مع بعض. طبعا القيمة بكام؟ بزيرو. زيرو ازاي؟ ده المفروض ان هي 3/4. نرجع تاني البرنامج بتاعنا كده، المفروض كمان هي 3/4. هي 3/4 اللي هي 0.75، هو ما بياخدش غير الرقم الصحيح بس. طب لو قلنا اي على جي، طلع بواحد لان هو واحد وثلث، فهو ما بيعطيش غير الواحد بس. طب تعالوا مع بعض نعمل تغيير بسيط كده، هنخلي الجي مثلا مش جي، هنخليها اي جي. يبقى دلوقتي في خليط ما بين المتغيرات الحقيقيه والمتغيرات الصحيحه والغير صحيحه، الريال والانتجر. طبعا في الفيرجن القديمة من الفورتراين كانت ممكن تعمل لي مشكلة، هنا مش هعمل لي مشكلة، بس المشكلة كلها زي ما هنشوف دلوقتي ان الناتج بتاعنا هنلاقيه واحد برضه، مع ان انا عملت ايه، مع ان انا قلت له ان الاي جي ده دلوقتي متغير ايه صحيح غير صحيح، بحيث ان انا حتى ممكن احط بوينت يعني، لكن لو جيت انا احط بوينت هنا ايرور بقى، هنا لو حطيت بوينت هنا يديني ايرور، لان بقول له اي بتساوي 4، الاي دي اصلا متغير صحيح والاربعه بنقطه باسم البوينت دي تعني ده متغير غير صحيح، فازاي انت بتخزن رقم غير صحيح في متغير صحيح؟ دي تعمل مشكله، لكن هنا مفيش مشكله خالص. لكن المشكله كلها بعد ما بيجري عمليه القسمه، بعد ما بيجري عمليه القسمه بيخزنها لي في ايه؟ في متغير صحيح. في المتغير الصحيح ده هنلاقي قيمته دايما صحيحه، فهياخد القيمه الصحيحه. لكن لو انا قلت دي سميتها اي كي وجيت انا قلت له اطبع لي اي كي، يبقى هو هنا لما يجري عمليه القسمه، لما يجري عمليه القسمه هيقسم متغير صحيح على متغير غير صحيح، يبقى الناتج الغلبه للاعم اللي هو متغير غير صحيح، بس هيتخزن في متغير ايه؟ غير صحيح. تعالوا نشوف الحته دي مع بعض. طبع لي 1.33، والحته دي زي ما قلت مهمه شويه، اللي هي عمليه الخليط ما بين المتغيرات الصحيحه والغير صحيحه. في حته بس عايز اقولها، ان لو جيت دلوقتي قلت له ان انا هقسم ايه على جي، يعني ده متغير صحيح صحيح قسمتهم على بعض، هل يديني الاي كي ريال ولا انتجر؟ هو هيدي الاي هيديها لي ريال، بس المشكله كلها ان ناتج القسمه يعني هو اديها لي ريال بس هي واحد واحد، ليه؟ انك بتقسم صحيح على صحيح، يبقى ناتج القسمه قبل ما يتخزن كان صحيح،
ناتج القسمة هناك قبل ما يتخزن كان رقم صحيح اللي هو الواحد، فلكن جه اتخزن في متغير غير صحيح حاجة أعم فخذها واحد قدامها ديسيمال بوينت وعدة أصفار. عشان نوضح الحتة دي هنعمل حاجة بسيطة جدا، هنمسح خالص الأي و جي وهنكتب هنا 3 على 4 أو 4 على 3. تعالوا كده نحفظ. اداني واحد زي لسه قايل دلوقتي ان العملية اصلا انتجر على انتجر تدي انتجر. طب لكن لو جينا هنا حطينا بوينت، يبقى انا كده عملت ايه؟ خليت انتجر ريال على انتجر، يبقى الغلبة للأعم. مين الأعم؟ الأعم هو الريال، لأن الريال يحتوي على جميع الأرقام، لكن الإنتجر يحتوي على الأرقام الصحيحة فقط. تعال نشوف مع بعض. اديني 1.33، يبقى يكفي إن أحدهم يكون ريال. طبعا لو الاثنين ريال خلاص هيدي ريال طبعا، لكن الفكرة إن لو الاثنين إنتجر يبقى ناتج القسمة إنتجر قبل ما يتخزن في المتغير. حتى لو متغير صح، متغير حقيقي، حتى لو متغير ريال لما يجي يخزن فيه ناتج القسمه، ناتج القسمه اصلا ما دام انتجر على انتجر يدي انتجر اللي هي الواحد مش 1.33. يجي يخزنها بقى تبقى واحد بس واحد ريال، يعني واحد قدامه 6 صفار بعد العلامه العشره. اظن الحته دي واضحه شويه. هنبدا دلوقتي ناخد برامج نستفيد بيها من الجمل الشرطية اللي خدناها، برامج تكون أعمق شوية من البرامج اللي فاتت.